احوال البنكرياس وماذا لماذا هو العضو المظلوم؟ اه والله لك حق، لك حق فعلا. يعني البنكرياس عضو مظلوم من الجمهور ومن الاطباء. قليلا جدا الاطباء يفكر انها في مشكله في البنكرياس، قليلا جدا جدا، نادر. ومن الشعب، لان انت عارف حضرتك انا شغلتي اشعبن الطب، ان اخلي الطب تمام. شعب، محدش بيقرب للبنكرياس خالص. يعني عضو فعلا الناس ما تعرفش عنه حاجه. ده يعني اللي يعرف انسولين له علاقه بالسكر، البنكرياس له علاقه بالسكر، مظبوط، يبقى كتر خيره. وهذا طبعا يعني خطأ شديد جدا صوت جدا. قطع. يعني البنكرياس لسببين يخليه عضو مظلوم، ان هو في ظهري، في ظهري، يعني ادي بطني اهي، هو ورا خالص عند العمود الفقري، فمستخبي زي فار في بيتك، مفيش صوت، انت مش شايفه، وقاعد بقى ياكل ويبوظ الدنيا، وهو فار صغنن قد كده. خلاص. فالبنكرياس عضو في خلف البطن بره البريتون، لازق في العمود الفقري، لازق. ده السبب الاول اللي خلي الناس ما تفكرش فيه. نمره اتنين، اعراضه زي ما نقول فيج، يعني اعراض كده تمشي مع اي حاجه. انا اتحدى اي دكتور في مصر او حتى في العالم، انا عندي حالات شخصت غلط في انجلترا، في انجلترا كانت بنكرياس وطلعت مش كده، يعني هي بنكرياس وهم شخص. ليه بقى؟ مين الدكتور اللي هيفكر انا عندي الم في الحته دي، انه هي يا قرحه معده يا قرحه اثنا عشر يا التهاب في المعده يا ارتجاع في المريء؟ ده الكلام اللي هيتقال. ما حدش هيجي في باله انه يكون الوجع ده يكون بنكرياس. فهو دي مشكله البنكرياس، اعراضه عايمه، مش واضحه، ما بتقولش انا بنكرياس. نمره اتنين مهمه جدا جدا، انها مش في بال الدكتور، مش في باله. يعني انا يا دكتور انا بيجي لي وجع هنا، بيقعد ساعتين ثلاثه ويروح. اه ده هنعمل لك منظار. طيب طلع المنظار عرض من ارتجاع مريء زي ثلاث ارباع الناس، يعزو هذه العرض لارتجاع المريء والعين ما يخفش. فده ده البنكرياس مهم جدا. البنكرياس عضو بيشتغل بوشين. بوشين. اه فاكر بس واضح انه لئيم، واضح انه عضو لئيم شويه، لان هو بيدي اعراض تانية. ده لئيم. يبقى هو المسؤول بقى عن ان احنا يعني هو اللي بيلخبطنا. ايوه ايوه صح صح. ده لئيم البنكرياس، ده لئيم لقم الدنيا. فهو بيشتغل بوشين. كان في حلقات في رمضان اسمها 100 وش. كنت مسميها. صح طبعا، مسلسل جميل جدا. عجبني نيلي جدا. واسر عملوا حاجه حلوه جدا. لا جدا عجبني جدا الفكره طبعا، وكامله ابو زكري كامله مخرجه جباره. لا عجبني ان هو في الاخر اثبت ان النصب ما يجيبش نتيجه. يعني مهما كنت ذكي ونصب، نتيجتك انك شحات في الشارع. نهايته كانت حلوه جدا جدا. ده المسلسل بس النصابين حوالينا كتير يا دكتور حسام. وقاعدين في اماكن مش حلوه. نتيجه يا استاذ، والله النصب ده عمره ما يجيب. لا يصح الا الصحيح فعلا يعني. فالمهم احيانا. طيب احيانا. هو ده الفرق بيني وبينك، انا دايما متفائل جدا لكن انت حذر جدا. انا مش تشاؤم، ده الواقع اللي بنشوفه. حذر يعني. فهو واللي حضرتك بتشوفه. ايوه. طيب يا دكتور حسام، نقول بقى البنكرياس عضو لئيم وبوشين. هو عضو للهضم. تمام. عضو للايه يا دكتور؟ للهضم. للهضم بهضم بيه. يعني كلت عيش، كلت سكر، كلت البنكرياس يلعب معايا في الهضم كويس جدا، كلت بروتينات يلعب معايا كويس جدا جدا، كلت دهون يلعب معايا كويس جدا. فهو عضو للهضم، ده رقم واحد. يبقى بيطلع ماده تهضم. طب اسال نفسي هتهضم ازاي؟ ده الاكل في الامعاء، يبقى قطعا له قناة بتنزل هذه المادة إلى الأمعاء. طبعا بيوصل لها. يبقى في جزء من البنكرياس له قناة بتنزل للأمعاء حاجات تهضم الدهون والبروتينات أساسا يعني. اتفقنا؟ اتفقنا. وعنده خلايا جوه البنكرياس، ده الوش التاني بقى،
تطلع مادة على الدم دغري من غير قناة، من غير قناة تطلع على الدم دغري الذي هو الإنسولين اللي بيظبط السكر. يبقى تمام. ده بوشين، وش يهضم ووش يصلح السكر. خلي السكر بعدين حلقة أخرى، خلي السكر نتكلم عليه حلقة أخرى. تعال بقى في الكارثة الهضم. البنكرياس له خلايا تجمع قناة صغيرة قناة صغيرة لحد ما تبقى قناة كبيرة وتنزل على الأمعاء. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة هنا؟ المشكلة الكبيرة إنها مشتركة مع قناة المرارة. يعني المرارة نازلة هي بقناة والبنكرياس نزل بقناة، يشتركوا في فتحة واحدة على الأمعاء. تقولي طب وده مشكلة ليه؟ أقول لك حصل مرارة مرض مشهور جدا جدا. لو حصوة نطت ومشيت في القناة المرارية ونزلت تحت شوية، دي ما قفلتش القناة المرارية بس، ده قفلت الاثنين، قفلت قناة البنكرياس وقناة المرارية. لأنهم مشتركين زي بالضبط الدلتا، ادي قناة تمام فرعين، الاثنين بفرعين لكن الاثنين بقوا فرع واحد اللي نازل في الامعاء فرع واحد. وحصل مرارة فيري كومن، مشهور جدا جدا جدا. فبيسد، لو سد دي المشكلة ليه؟ سد على الاثنين بقى، سد على البنكرياس، عمل التهاب حاد في البنكرياس، ارتجاع وهقول لحضرتك ازاي ارتجاع، وسد على المرارة خلى عيني يصفر. يبقى دي المشكلة كبيرة جدا. طيب تقول لي ليه البنكرياس التهب؟ اقول لك انت عندك مصنع ذخيرة، مصنع بيعمل قنابل، المفروض القنبلة تنفجر بره المصنع، المفروض انا طبيعي احولها طبيعي، ولا تبقى دمرنا الدنيا. طب ولو انفجرت جوه المصنع باظت الدنيا كلها، انفجرت هذا كلها. ما يحدث في البنكرياس يا سعادة الباشا، هذا ما يحدث في البنكرياس. لما يحلى الضغط، ما انا قافل بقى، يقوم الانزيمات بتاعه البنكرياس تبتدي تبقى اكتف نشطه وهي لسه جوه، فتهضم البنكرياس. هي الاول طالعه مش نشطه، قنبله لسه في المصنع، وهتبقى نشطه لما تطلع بره. انا بطلع من البنكرياس ماده تنزل الامعاء، اول ما تشوف الامعاء الناس لازم تقول سبحان الله، والله سبحان الله، انها تبقى نشطة لما تنزل الامعاء. طب اذا خليتها نشطة في البنكرياس كارثة، لان هي هتفتكر البنكرياس ده لحمة وتهضمه، فيجي التهاب الحد من البنكرياس، احد الاسباب الشهيرة جدا 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 حصوات المرار. دي احد اسباب التهاب البنكرياس الحاد الحاد. السبب هو الواحد هل في، خلينا في الجزئية دي، هل في اعراض بتبقى شبه حاجات تانية طبعا بتدي إشارة طبعاً لأنه في التهاب في البنكرياس؟ طبعا الوجع يعني لما في الوجع هنا، في الوجع في المكان على البطن الوجع لو سمع في ظهره يشير البنكرياس. يعني وجع راجل ماسك بطنه كده وجاي، اولا هو وجع حد جدا جدا جدا، يعني تهاب البنكرياس وجع شديد جدا شديد، وبيسمع في ظهره. انا عامل محاضره كويسه البنكرياس، فجايب السلايد اللي هو يشخص البنكرياس، حاطط في السلايد من فوق ايه، واحده بتزغرط، واحده ست بتزغرط، في علامتين حول السره وفي المنطقه دي، حول السره وفي المنطقه دي بيبقى فيهم دم. لو شافهم يزغرط الدكتور لانه شخص الحاله خلاص، انما هو في الاول محتاج ابحاث. يعني بنبعت المعمل نطلب حاجتين نقيسهم، حاجه اسمها اميليز وحاجه اسمها لايبيز، الاثنين دول مهمين جدا جدا في تشخيص. بنعمل منظار نشوف في حصوه ولا لا، بنعمل حاجه اسمها سي ار بي مهم جدا جدا، بنعمل اشعه مقطعيه على البطن مهمه جدا، لكن اسف للاشعه الصوتيه. لماذا؟ اما بيبقى فيه التهاب بنكرياس بيحصل شلل مؤقت في الامعاء، شلل مؤقت، فتتملي غازات، فالموجات الصوتيه ما تجيبهاش. احنا لسه قايلين البنكرياس في الظهر، هتجيبه ازاي وفي غازات بيني وبينه قد كده؟ فعشان كده ما حدش يطلب، لو انت شاكك في بنكرياس اطلب اشعه مقطعيه على طول. او الحديثه بقى لنا 5 سنين بنشتغل فيها، حاجه رائعه
وما شاء الله الواحد يفتخر ان مصر من اكثر البلاد اللي البحث ده فيها جايب نتيجة. موجات صوتية بالمنظار. موجات بالمنظار. بالمنظار. يعني اخش بالمنظار هبقى قريب قوي من البنكرياس. يجيبه من جوه بقى ويجيبه من جوه. كل حاجة. واحتاج عينة اخد عينة. ما هو المنظار فيه الابرة اللي تاخد العينة. رائع يا استاذ محمود. رائع. من اجمل الابحاث اللي تتعمل لمريض. شاكين ان فيه التهاب بنكرياس هي موجات صوتية بالمنظار اندوسكوبيك التراساوند وياخد عينة. تمام. لو كنت عايز تاخد عينة عادي الى جانب المعمل. تمام. يعمل امايليز ومايبيز. طيب. مهمين قوي. عندنا مدام حضرتك بعت تفصيلة البنكرياس والسكر خليتها للقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله ممكن نسأل سؤالين. ايوه. وشوف حضرتك تحب تجاوب عن ايه في الحلقة وتكمل الحلقة اللي جاية زي ما انت عايز. ايوه. اولا سرطان البنكرياس دايما بيبقى مخيف جدا. طبعا. عارف حضرتك مخيف ليه ولا لا؟ ما انا هسألك. ما لا ما انا ما اقدرش اتكلم وانت معايا. بنسى الدنيا وانت معايا دكتور. فما اقدرش اتكلم. انا بسأل ليه سرطان البنكرياس كده؟ ايوه. ثم السؤال الثاني وحضرتك اختار نكمل الحلقة بايه؟ ازاي الانسان يأذي البنكرياس وهو مش واخد باله؟ برافو عليك. برافو عليك. ده سؤال. هتشغلني معاك في العيادة؟ لا. انت كده احنا متفقين انك صاحب التالتة. خلي بالك انت صاحب التالتة. اتفضل. اولا العيان هيروح للدكتور امتى؟ لو اشتكى. يس. معقول واحد سليم هيروح للدكتور؟ ده احنا 99% من الشعب المصري ما بيوديش عربيته الاجانس الا ما توقف. مظبوط. عمره ما يقول انا هعمل تشيك على العربيه وهي سليمه. احنا شعب ما نروحش العياده الا لما اقول اي. مظبوط. وفي حاجتين بيودوا العيان العياده، الدم والالم. دول يودوا العيان بسرعه. يودوه بسرعه. أوكي. العياده. تمام. الدم. تمام. لو شاف. تمام. دم في البول جري. تمام. دم في البراز جري او الم. اه يا بطني. تمام. تخيل ان سرطان البنكرياس يقعد العيان ممكن 6 شهور من غير شكوى. ما بيشتكيش خالص ولا وجع ولا اي. هيخس شويه يبقى اكل كويس يا بابا. هيجيله شويه اسهال، ده اصل اكلت كباب امبارح يا بابا مالكش حق. فاعراض سهله جدا. عشان كده دايما نشوف سرطان البنكرياس متاخر، يكون خلاص. فات الميعاد. فات ميعاد ايه؟ ميعاد الجراحه، لانه بيكون طلع بره. فهو لان ملوش اعراض واعراضه متاخره. ده يوم ما سرطان البنكرياس بيبتدي بيجي العين بصفره. ده متاخر جدا. عشان كده حضرتك هتقول لي نعمل ايه؟ التشيك مهم جدا. اي حاجه خاصه طبعاً. في الاسره اللي فيها سرطانات. الاسره اللي فيها سرطانات. أيوة. خلي باله. تمام. كويس جدا. خلي باله إن اللي عنده تاريخ سيء السمعه، يعني اسره سيئه السمعه. فدي لازم نخلي بالنا كويس جدا جدا. السؤال التاني بقى اللي حضرتك ده مهم جدا، هل في وقت في الحلقه اقوله؟ قدامنا كمان 5 دقايق يا دكتور. خمس دقايق نقول. ازاي احمي بنكرياسي؟ اياك والكحول. اياك وسبرتو يعني. بس الكحول ده عدو لدود للبنكرياس. ياه. طب ده الناس تفتكر عدو اللدود للكبد. لا، للبنكرياس اكتر. قضية البنكرياس بالنسبة لي انا جديدة. قضية البنكرياس والتهاب الحاد. ما بتكلمش على المزمن. البنكرياس له علاقة بالكالسيوم. اي حاجة تغير الكالسيوم في الدم بتعمل التهاب حاد في البنكرياس. مثال الغدة الجار درقية، مش الدرقية، الغدة الجار درقية اذا نشطت بتعلي الكالسيوم في الدم تعمل التهاب حاد في البنكرياس. الكحول بيغير تمثيل الغذائي للكالسيوم يعمل التهاب حاد في البنكرياس. البعد عن الكحولات مفيد جدا جدا. يعني احنا لما نقول لك 40-50% من حالات التهاب البنكرياس كانت في ناس كحوليين. تعرف زي ما اقول لك سرطان الرئه والسجاير. طب ما دي خلاص حاجه ثبتت علميا يعني. طيب ايه كمان يا دكتور غير الخمور والحاجات دي؟ الخمور رقم واحد. وبعدين انا اشوف الكالسيوم بتاعي بانتظام كده.
اذا لقيت الكالسيوم عالي شويه تكير تكير، لان الكالسيوم العالي بيبوظ البنكرياس. اي طيب حاجه. هل التحاليل يا دكتور حسام، التحاليل اللي بتتعمل بتقول اخبار البنكرياس ايه، ولا لازم مناظير وحاجات زي كده؟ التحليل يقول بس بشرط العين جايب الم، يعني الم في المنطقه دي له اسباب. لا احنا بنتكلم في الواحد اللي عايز يطمن على نفسه. لا مش ما ينفعش التحليل في الفولو اب خالص، يعني كمتابعه ما تنفعش. حتى الاميليز واللايبيز اللي بقول عليهم بيعلوا جدا في التهاب البنكرياس، ثلاث ايام يروحوا نازلين. فحضرتك لو عملت ما بين الحالات هيطلعوا نورمال، هيطلعوا طبيعيين. انما ممكن اشعه مقطعيه تريحني جدا، او الاندوسكوبك الالتراساوند اللي هو موجات صوتيه. الحاجه الحديثه دي بالمنظار دي حديثه رائعه يا استاذ محمود، رائعه. يعني والحمد لله محدش يقول محدش يقول انها غاليه، لانها بتتعمل مجانا في القصر العيني. محدش يشكو ان يقول لك انا مش قادر اعملها اصلها بكذا. لا، ما بتتعمل ببلاش في القصر العيني، بس بشرط ان حضرتك ماشي اتجاه. طب انا عايز اسال سؤال انا ما اعرفش اجابته بصراحه يا دكتور حسام. هل في القصر العيني مجال لواحد يعمل كشف دوري كل 6 اشهر كل سنه؟ ده موجود ولا ده حاجه الناس تستغرب منها؟ ممكن اجاوب على جزئين. فضل. هل في قيمه للكشف الدوري؟ الاجابه قطعا. طب ليه ايه؟ ما هو الكشف الدوري انا مش هاخد المخ والعينين والقلب والكلى. لا انت حضرتك بقى حاجات ميجور، حاجات كده معينه ميجور. طب افرض ان العين عنده حاجه مش ميجور، سرطان بنكرياس، هل الاشعه المقطعيه على البطن احد مراحل الكشف الدوري؟ الاجابه لا. اذا الكشف الدوري لازم الدكتور يكون ناصح، ناصح يطلب ايه دوريا كل 6 اشهر. طب انا اقول لحضرتك حاجه، في امريكا منظار القولون بقى روتين من غير ما العين يشتكي، لان سرطان القولون بقى اكتشف متاخر جدا. مظبوط. متاخر جدا. طب ما انا اكشفه بدري، خاصه صحيح العيله. في تاريخ، اللي عنده تاريخ دوت مساله مهمه جدا، تاريخ مرضي خلي باله. دكتور حسام انا بشكرك جدا، وعوده موفقه وعظيمه إن شاء الله. وارجوك ما تغيبش علينا تاني. لا خلاص، يعني ارجوك لا تتغير عنا، نتكلم في السكر شويه، لانه في اسئله جدا. في اسئله جت كتير جدا جدا لحضرتك دي. فان شاء الله اذا كان عندك وقت الاسبوع الجاي نكمل الحوار من فضلك. حاضر. ونطرح على حضرتك بعض اسئله الناس. حاضر. وانا بشكر حضرتك جدا. الف شكر. انا بشكر استاذ محمود جدا. الف شكر. كل سنه وانت طيب، ويبعد عنك وحضرتك بصحه وسلامه. امين.